يعتبر تعلم لغة جديدة من الأمور المهمة جداً في حياة الإنسان. إذ أن الاهتمام بتعلم لغة تختلف عن اللغة الأم يساهم في الحصول على مهارات لغوية جديدة، ويساهم تعلم اللغة الإنجليزية على وجه الخصوص في فتح نوافذ وفرص عديدة أمام الفرد، محلية كانت أم عالمية، رؤية آمنت بها بعض رياض الأطفال داخل المجتمع العربي وبدأت بتطبيقها على أرض الواقع. أهمية أنه الولد الصغير يتعرف على لغة جديدة في بداية طفولته هي رح تعطيه ثقة، يعني حسب ما أنا بشوف هنا أنه اللغة الإنجليزية أعطت الأولاد ثقة بالنفس أكثر، لأنهم هم بيستعملوها بشكل تلقائي في الروضة. مع طاقم اللغة الإنجليزية هم بيحكوا بالإنجليزية، مع طاقم اللغة العربية هم بيحكوا بالعربي. لا تكتفي الروضة بتعليم اللغة الإنجليزية وحسب، بل تعمل أيضا على صقل شخصية الأطفال وتطوير قدراتهم العقلية والاجتماعية من خلال ورشات وفعاليات عديدة، واتباعها لأساليب العصف الذهني من خلال طرح الأسئلة والحوار داخل مجموعات باللغتين الإنجليزية والعربية. وهذا ما دفع العديد من الأهالي إلى تسجيل أطفالهم في هذه الروضات. حابة إنه البنت لما تفوت على المدرسة يكون عندها ثقة بنفسها في اللغة، وتكون معتمدة على نفسها، وبيكون في عندها دعم مسبق في اللغة، وهيك أنا بأمن إنه تحصيلها رح يكون عالي. وأنا يعني بصراحة بشك إنه طرق التعليم بالمدارس اليوم هو يعني بتعنقول بدرجة عالية ومتمكنة، يعني خوفنا بيكون إحنا كأهالي دايماً رح يكون الدعم الخارجي للولاد، هيك أنا بكون أكثر متأكدة إنها متمكنة من اللغة. تنقسم الآراء حول ضرورة تعلم اللغة الإنجليزية في جيل مبكر للغاية بين مؤيد ومعارض، لكن ما لا لبس فيه بأن اللغة الإنجليزية قد تشكل رافعة مهنية اجتماعية وثقافية للفرد، كما يمكن من خلالها الانكشاف إلى عوالم كثيرة. حلوين فاهم أحلى المبادرات كمان، يعني هاي شوفي قديش بيختصر على الطفل لما بيكون في منظومات تربوية تقليدية من هذا النوع. هي مش تقليدية، بطلت تقليدية، بس قديش بيختصر عليه. دائما في عنا هاي الحواجز قدام ثقافات تانية، دائما في عنا الحواجز قدام أشخاص ربما مختلفين عنا. مدارس ثنائية اللغة ممكن كتير توفر على الأهل وعلى الطالب بس يكبر كمان. هاي بجيل مبكر بتكون أول مرة هو يلتقي بالآخر المختلف عنه بكتير جوانب، ومش زي ما كان على أياماتنا. يمكن أول مرة أنت بتلتقي داخل مؤسسة تربوية مع طفل يعني من مجتمع آخر، بيكون فيها دايما كمرحلة متأخرة بتحسها أنت لسه عم تعرف تفاصيل وأمور. الخطر من عدم الانكشاف كمان عفاف على ثقافات أخرى أو لغات أخرى بسبب شعور نوعا ما في الدونية لما بتلتقي لأول مرة بشخص بلغة أخرى، لأنك دائما أنت لازم تستعمل لغته لتعبري عن حالك. فهاي أمور كمان كثيرة اللي بتقول أنه هاي مبادرات بالفعل رائعة ومفروض تكون بشكل أوسع بمجتمعنا. ولنحكي عنها أكثر نرحب بضيفتنا الكريمة في استوديو صباحنا غير سجاء وتز، مرافقة ومعلمة باللغة العربية. صباح الخير سجاء. صباح النور. أهلا. في البداية يعني كان في عنا تقرير وإحنا هيك شوي حكينا مقدم وتحدثنا بيني وبين عفاف كمان رؤيتنا الشخصية لمشاريع من هذا النوع. قبل ما نفوت بالتفاصيل أكثر، إحنا منحب نسمع منك كشخص اللي موجود بمشروع لمدارس ثنائية اللغة. أهلا وسهلا أول شيء. خليني في البداية بس أحكي إنه مشروع كيو سكول كمعاهد كروضة اللي قائم عليه يا دكتورة داليا فضيلي من واللي رح تكون معنا عبر الخط الهاتفي بعد شوي أكيد من مدينة الطيرة. مشروع كيو سكول هو عبارة عن روضة اللي بتقوم في تعليم الأطفال في باللغة العربية باللغة الإنجليزية، وأكثر اللي هو بيكون توازن ما بين اللغة الإنجليزية والعربية. يعني إحنا بدنا نبني جيل أبناء العالم مش بس أبناء المجتمع العربي، بحيث إنهم يكونوا جاهزين يتقدموا أمام العالم، يكونوا جاهزين يوقفوا بس في التوازن. يعني أنا ما بدي ألغي لغة عقبال لغة، أنا ما بدي يكون بس بيعرف لغة إنجليزية، أنا بدي يعرف إنه مثلا هذا اللون أزرق، أو يعرف إنه هذا اللون مثلا زهري، بنفس الوقت بينك مش بس بينك لحال. اللي هاي في البداية مشكلة شوي بنواجهها يعني في تدريس اللغة الإنجليزية. من أي جيل بتم استقبال الأطفال لهيك
مشروع او لهيك روضه او لهيك مدرسه؟ في بدايه انطلاق الروضه كان في البدايه من سنه ونص تقريبا يبدو استقبال الاطفال. تقريبا حضانات يعني كمان. بالضبط تقريبا حضانات، لكن بعدها صار في طلب على الروضه وفي اقبال وفي ضغط انه احنا بدنا الروضه تستمر لاجيال اخرى. يعني تم تقديم طلبات لوزاره المعارف بانه احنا بدنا الروضه تصير معترف بها لكن غير رسميه، وبناء على ذلك عشان يصير معترف بها فالاجيال صارت من 3 سنين وما فوق. واليوم في اي مناطق متوفره هاي الروضات؟ الروضه كروضه الفرع موجود فقط في مدينه الطيره، انما في معاهد لكيو سكول. شو يعني؟ معاهد تدريس لغه انجليزيه هي اطر اللي ما بعد ساعات المدرسه، ما بعد دوام الدراسه يعني. ما بعد دوام الروضه. بالضبط، لانه كثير مهم في هذا الجيل انه ماشي تمام، خلصوا صف الروضه، طب احنا بدنا اللغه تستمر معاهم، فشو الحل؟ انه بدنا اطر ما بعد المدرسه انهم نعم. يلتقوا فيها مع الانجليزي ويستعملوا اللغه الانجليزيه. التليفون جاهز هواري؟ اذا ننتقل للخط الهاتفي. دكتور داليا فضيلي مديره معهد كيو سكول، صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا فيكم. اول شيء يعطيك العافيه، احنا انا وعفاف كثير معجوقين على الفكره وعم نحكي قديش انه المفروض تكون بالفعل منتشره مش بس بمنطقه واحده وانما في كل مجتمعنا وبلدات ومدن مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل. احكي لنا في البدايه كيف طلعت معك الفكره؟ اولا انا جدا فخوره بسجا اللي هي عضو الطاقم كيو سكول واللي حملت الفكره الى ابعد من ذلك، يعني هي بسعدني جدا انه هي اللي موجود تمثل كيو سكول وطاقم كيو سكول وروضه كيو سكول بالذات. الفكره اجت من حلم قبل 10 سنوات اللي هو تنشئه جيل عربي جديد، انا سميته بلغتي ذا نو عرب، اللي هم اذكياء متمكنين ابناء العالم وبنات العالم من جهه، ولكن ايضا فخورين بهويتهم، فخورين بقوميتهم، فخورين بمنهم. كيو سكول بلشت قبل 10 سنوات كمعاهد للغه الانجليزيه بكونسبت خاص، بمفهوم خاص. اللي هو مفهوم التمكين عن طريق اللغه، التمكين الفكري والتمكين الثقافي والتمكين الشخصي. عشان هيك مثلا في كتبنا بتلاقي أطفال ذكيين زي أمال بكتاب ستارت للصف الأول والصف الروضة، اللي هي اللي بتعلم إنجليزي على أساس أنه أمال هي البنت العربية اللي عمرها 5 سنين واللي هي بنت العالم. أنا مش بحاجة لفتاة أجنبية وشكلها أجنبي عشان تكون هي الرول موديل لأولادنا. بمرحلة معينة كيو سكول تحولت لمنصة لبلاتفورم لتنشئة هذا الجيل اللي صاروا بالطيرة بالطيبة بالمثلث، حتى بفرعنا بكفر كنا بالناصرة يسموه أولاد كيو سكول، بنات كيو سكول. ومن هين كان القرار إنه إذا بدنا نحدث تغيير مجتمعي ممأسس ومنهجي لازم نبدأ من الروضة. إذا صحيح. بدنا جد ننشئ جيل لازم نبلش من الروضة. الفكرة بالأول كانت هل روضة بالوسط العربي تكون متحدثة فقط بالإنجليزي ولا تنبنى على التوازن بين لغة الأم واللغة الأجنبية؟ وبعد بحث دام 3 سنوات وبحث بأساليب مختلفة ونماذج لثنائية اللغة بالعالم، بالولايات المتحدة، بأوروبا، الطاقم اللي رافقني في بناء مفهوم كيو سكول ومناهج روضة كيو سكول قررنا انه يكون كوتيج، معلمة روضة، معلمة لغة عربية متحدثة بالعربي ترافقها بنفس الوقت معلمة متحدثة باللغة الإنجليزية، وينبنى المنهاج على أساس استخدام اللغتين لبناء تميز ذهني اللي هو الكوجنيتيف أدفانتج، وتميز شخصي عند الأطفال اللي هو برفعهم إلى أعلى من جيلهم. يعني من خلال العربي والإنجليزي بنعلم كل ما يتعلق بتطوير المهارات لدى الأطفال. دكتور داليا، أنا التفكير المنطقي بنعمل بالإنجليزي وبالعربي. نظرتنا تجاه الروضة بشكل خاص جدا إيجابية، وبحب أسمع أنه يعني هذا المشروع استنسخ لكثير من بلداتنا العربية، ولكن بدي أجيب لحضرتك سؤال وبتوقع أنه هو صوت يعني ينبع من كثير فئات. بجيل صغير الطفل متواجد في بيئة تتحدث لغتين بالتوازي، في صوت اللي بيقول أنا قلق
انه ابني ما يعود يفرق وين يستعمل اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، واتوقع ممكن هاي واحده من التوجهات اللي بتسمعوها او امور اللي بتواجهوها. تعال نوضح للمشاهدين ليش هذا الشيء ممكن ما يكون فيه بالضروره ضرر، وكيف ممكن التعامل مع طفل ابن 3 سنين، كيف ممكن نوضح له باي بيئه يستخدم اللغه الانجليزيه ومتى يستخدم اللغه العربيه. أول شيء التساؤل هو تساؤل شرعي جدا. في بداية افتتاح الروضة قبل 5 سنوات هاي الإشكالية كانت جدا كبيرة، لدرجة أنه كان صعوبة أن نجند أطفال وعائلات اللي هي تسجل لروضة كيو سكول. يعني تخيلي أنه أول سنتين بكيو سكول كان عدد يتراوح بين 15 ل 25 ولد، اللي هو مش عدد لفتح حتى صف واحد. وكانت التساؤلات والمخاوف عند المجتمع أنه هل لغة الإنجليزي بتخربت أولادنا، بتعيق تطور اللغة العربية، بتعيق تطورهم اللغوي باللغة العربية. تعرف شو المجتمع أخذ له 3 سنوات لحد ما الفوج الأول 15 ولد وبنت الأوائل من روضتنا انتقلوا للمرحلة الابتدائية الرسمية. ساعتها عرفوا أنه في كثير advantages، في كثير امتيازات لكونهم متحدثين. كيف بنعملها؟ كيف إنه بنحافظ على التوازن إنه الطفل والطفل ما يكونوش ببلبلة وإنما يكونوا بالتوازن؟ أول شيء كل طريقة الكوتيش معلمتين، واحدة بس بتحكي إنجليزي في كل ما يتعلق بحياة الروضة، من الطعام، من الفعاليات، من الرياضة، ومن درس الإنجليزي، ومعلمة اللي بتحكي بس عربي. واثنين الطريقة تاعتنا إنه نفس الموضوع، فرضا موسم الزيتون، موسم الزيتون نتوجه له بالروضة بكل الفعاليات والأغاني والأشغال وكل ما يتعلق فيه بلغتين. من هنا الطفل بيعرف إنه في مجال معرفي اللي هو فرضا موسم الزيتون، وفي لغات اتصال مختلفة. ومن هنا بشكل منهجي، طبعا أنا جاي من عالم اللغات، والمعلمات زي سجا وسمر والطاقم اللي موجود بكيو سكول هو طاقم اللي بتدرب كيف إنه يعمل هاي الأمور بطريقة ممنهجة. بالطريقة اللي بنعلم فيها المنهجية كيف بنبنى يومنا، بين تركيز صباحي بالإنجليزي، تركيز صباحي بعده بالعربي، كيف تقسيم لمجموعات، كيف نفس الموضوع من جهات مختلفة باللغتين، هاي الطريقة بتنتج التوازن الصح. نعم، شكرا جزيلا دكتور داليا فضيلي مديرة معهد كيو سكول على هاي المداخلة، وبالفعل يعطيكم ألف عافية. بنكمل مع سجا. سجا، لما عم نحكي عن تجارب ومبادرات من هذا النوع، شو عم نحكي على أهمية الاستمرارية؟ صحيح. سؤالي إليك من ناحية ثانية هو قديش اليوم مفيد إنه الطفل أو الطفلة يبلشوا في تجربة في روضات ثنائية اللغة من هذا النوع، وبعدين مش رح يكملوا فيها. صحيح. قديش ممكن يكون مفيد وقديش يكون ممكن يكون بس تجربة وبتمرق؟ في البداية إحنا لما بنحكي عن طفولة مبكرة وروضات، إحنا بنحكي عن جيل اللي ببلش زي ما قلنا من في البداية كانت 1.5 سنوات، فهي هاي أهم سنوات في حياة الطفل علشان أنت تبني عنده قاعدة معينة في الذهن لأنه يلقط اللغات، ليكتسب لغات. لأنه يعني إحنا بنحكي عن إنه كمان إحنا في مجتمع اللي هو متعدد، اللي كمان في عندك لغة عبرية، فإحنا جدا مهم نطلع على إنه نهيئ البنية العقلية عند الطفل إنها تستوعب لغات. يعني في البداية بلشنا مع لغات الأم العربية، بعدها الإنجليزية، كمان صار في جاهزية لإنه يستقبل اللغة العبرية. فلأنه في إحنا بنحكي عن جيل اللي بتكون الذاكرة جدا نشيطة عند الطفل اللي فمن هون تيجي كديش مهم إحنا نستمر. إذا إحنا جهزنا البنية من الأساس للعقل إنها تكون تستوعب لغات، فمن هون إحنا جهزنا الطفل خلص. يعني في عنده جاهزية، في سهولة يكمل في دراسة اللغة أو في البيت أو في معاهد أو يطلع في منح. أنتوا تقريبا من 2013 تشتغلوا في هذا؟ من 2013 بلشت الروضة، لكن من 10 سنوات بلش المعاهد. ومن تجربتك بتحس إنه بالفعل هاي السنوات كافية، سنوات اللي هي سنوات الروضة، يعني سنوات كافية بالفعل لبناء أرض خصبة لقدام؟ كيف حسب التجربة اللي بشوفه بعد ما خرجنا الفوج الأول، بشوفها جدا مهمة، وعن جد فعلا بتأسس محل اكتساب لغات. لأنه اليوم لما إحنا بنشوف بيجوا عنا متطوعين من أمريكا، كيف الولد أول إشي في كسرة رهبة الاختلاف ورهبة اللغة، من إنه أنا ما بعرفش أحكي معه، لا
نوجد نقاط للحوار الطفل مع بدون تدخل او توجيه من المعلم، فلا بيقوموا بيستقبلوا المتحدث باللغه الانجليزيه ويلكم تفضلوا هاو ار يو، يعني بيكون في حوار كامل بينهم. كسرت رغبه التحدث بلغه اجنبيه والغلط بالتحدث بلغه اخرى، حتى لو الولد نفسه مش عارف يرد عليه هو فاهم اللغه وبيحاول بكل الكلمات المفردات الموجوده يعني. صحيح، بهذا الجيل عاده في جراه يعني، مش موجود هذا الخجل عندنا كبالغين انه بدي اغلط كيف بدي احكي قواعد. صحيح. وكل هاي الامور. ناخذ شوي امثله على ارض الواقع، هيك تحكي لنا كيف ممكن يعني تعريف الطفل، او بدكم تتناولوا موضوع معين كيف بتعملوه بشكل كيف متوازي باللغه العربيه والانجليزيه؟ تمام، مثلا احنا حاليا متواجدين في فصل الخريف، موضوع الشتاء والامطار وكل هاي التوجه، ففي البدايه اول شيء احنا في الروضه بنحاول قدر المستطاع ما نستخدمش اوراق، نحاول قد ما بنقدر انه المعلومه تطلع من الولد مش من المعلم، من الطفل نفسه. فاحنا بنخرج مثلا معاهم معلمه لغه عربيه ومعلمه لغه انجليزيه للخارج للبيئه نفسها، مثلا اطلعوا على الاختلافات اللي موجوده بين اوراق الشجر، اجمعوهن، اعملوا مقارنات في بين الاوراق نفسها الخضراء اللي صارت شوي على بنه اللي صارت على اخر بنه، فبيجمعوهن ببلشوا في تصنيفهن، ببلشوا في العد، فهون احنا فوتنا مفهوم الكميه والعدد وكل هاي المفاهيم الحسابيه. فبعدها بنيجي مثلا نطلع انه ليش هي بتتكسر، ليش ما بتتكسر الورقه، في سائل، فاحنا هون في مثلا بالورقه الخضراء في سائل، بنفوت لمفهوم السائل والصلب، بعدها من الصلب والسائل بنفوت لمفهوم الذوبان والماده والحراره. فاحنا ما بنيجي للمواضيع بشكل مباشر دايركت، لا احنا بنيجي بنخليهم يجربوا يكتشفوا يجمعوا المعلومه من الخارج، نحللها بالصف بتطلع منهم. ولما بتعرفوها على مصطلح جديد بالمقابل بنفس اللحظه بتعرفوا الطفل على المصطلح باللغه الانجليزيه؟ مش بالضبط، اللي بصير انه لما المعلمه الانجليزي رافقتنا شافت الخلفيه العلميه اللي احنا اعطيناها، فهي بيجي دورها بالضبط تكسبهم المفردات باللغه الانجليزيه، لانه الولد صار عنده المعرفه العلميه للموضوع في اللغه العربيه وفاهم الظاهره نفسها. فبيجي دورها بعدها في الساعتين او الثلاث اللي موجودات للانجليزي خلال اليوم انها هي تكسب المفردات الاناشيد اللي بتتعلق في الموضوع. فبالضبط هاي الفكره. جميل. سجى بدي انتقل يمكن في النهايه للشيء التقني اكثر، هو كمان موضوع المعلمات بالاساس الموجودات مع الاطفال كل ساعات النهار. قديش اليوم معلمات موجودات بروضات ثنائيه اللغه بحاجه لسكيلز او مهارات بكثير اكثر من روضات عاديه؟ صحيح. وخبره كمان في التعامل مع الاطفال. صحيح، برضو مثلا كفريق احنا كطاقم بالروضه في عندنا متحدثه باللغه الانجليزيه اللي هي اللغه الام عندها. فهل كل معلمة بتستطيع انها تتحدث معها؟ لانه احنا كفريق احنا بنقعد مع بعض نبني البرنامج مع بعض، فقديش انا عندي معرفة باللغة الانجليزية عشان اقدر ابني برنامج يلائم الطفل من ناحية لغتين. فلذلك في موجودة عندنا مرشدة دائما وهي ام لنا في هذا الموضوع، دكتورة داليا اللي هي جاي من هذا التخصص اللي بتكون بارشادنا. إيه كمان هي لما بتيجي بتختار طاقه معينه هي بتدور على اشياء معينه. مثلا كنت في تجربه خارج البلاد في مدارس خاصه كمان اللي بتعلم ثنائيه اللغه مثلا بولندي مع انجليزي يعني. طلعنا وشفنا وبناء على ذلك يعني تم اختيار الطاقم. فأكيد يعني جميل يعني. جميل جدا، شكرا جزيلا سجى وتد بالفعل على هاي النافذه وعلى هاي المبادره اللي حكينا عنها، وبرضه بنتامل بالفعل انه تكون مبادرات منتشرة في بلداتنا قرانا ومدننا بالمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. أكيد شكرا جزيلا، شكرا على المساحة اللي أعطتوها لكيو سكول. شكرا، يسعد صباحك وصباح جميع طلابك أيضا، نصبح عليهم بالخير. أكيد راح يحضرونا، نصبح عليهم بالخير. وقديش عفاف كمان مرة هذا الموضوع بفتح كل إمكانيات ربما اللي ممكن اللغة فيها تشكل عائق، إمكانيات مهنية شخصية عاطفية روحي حتى. صحيح. يعني لقدام للأطفال. أنا برجع بقول في أشخاص يمكن شوي عندهم تحفظ، أنا كتير بتطلع على هذا المشروع بنظرة إيجابية، وعن جد لو أني كنت أم كنت بحب أنه أطفال يكونوا بهيك روضة، وبشوف انه كل التوجه هو ايجابي، وزي ما حكينا بعمل اساسي كمتين وصلب وبهيئ الطفل لانه يحكي بلغات اخرى ويكون ذهنيا منكشف على امور ابعد من هيك.